مساء الخير بحلقة جديدة من The Night Shift. ضيفت اليوم هي ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، وأيضا ممثلة ومقدمة برامج وبلوجر وتقريبا جامعة كل شيء. ضيفت اليوم هي جايتنا من المغرب الحبيب، ضيفتنا هي الجميلة أحلام حجي. مساء الخير أحلام. مساء الخير ساري، وجدا سعيدة بوجودي معك وشكرا على هالاستضافة الحلوة. بالعكس، نورتينا وشرفتينا. على فكرة أحلى بكثير بالحقيقة، قلت لك هذا الشيء قبل التصوير. شكرا شكرا ساري، عيونك الحلوة. شكرا أحلام. مكثرة زيارات لبغداد وللعراق يعني تحديدا، فشنو سبب هاي الزيارات الكثيرة واحكي لنا؟ يعني الله على بغداد، أحد ما يحب بغداد؟ بغداد يعني عاصمة الجمال والثقافة، بلد الرافدين يعني بلد الحضارات. أكيد صرت بكون متواجدة كتير، وهذا الشيء يعني مرتبط مع عملي، سواء بيكون عندي مهرجانات أو عمل فني أو يعني مسابقات جمالية، وبكون جدا سعيدة ساري. صحيح، دائما يجيبوك للتحكيم يعني خصوصا أو بهاي المسابقات. وانت لكن مقيمه بباريس صحيح؟ لاخر سنوات يعني؟ دائما بيجيبوني، لانه انا اتصور هذا دليل حب وثقه العراقيين باحلام حجي. طبعا اقامتي الدائمه انا بفرنسا، بس بتعرف يعني عايشه بالطياره انا. طبعا دائما كثير السفر. اعطوني لقب سندباد. تمام. على طاري سندباد، اكو يعني دائما تحكين انه اكو اصول من ناحيه الام، اصول عراقيه. شنو اللي ورثتيه من هاي الأصول؟ شنو الصفات اللي تحسيها عراقية بيك؟ طبعاً أنا أعتز أنه أنتمي لهذا الكوكتيل الحلو، العراق والمغرب. من والدتي يعني ممكن ورثت، هي إنسانة كتير كريمة وإنسانة كتير طيبة، أمي، وتحب الطبخ، تحب الأكل. فهذا الشيء اللي ورثته من أمي. تعرفين تسوين طبخ عراقي؟ تعرفين تطبخين؟ يلا دول ما يلا تعلمت ليها، لأنه أعشقها يعني بشوي شوي تعلمت لها مع الوقت، لأنه كثير أحب الدولمة صراحة. تعشقين الدولمة؟ تعجبني. ما مبين أبداً أنه قلتش بالدولمة. يعني بحاول أكل شوي شوي يعني. زين، أكو سؤال أنا محيرني، أنه هو حجي اسم والدك لو اسم العائلة لو شنو؟ لأنه مميز يعني. صحيح، أنا لما جيت على العراق اسم كل الناس يقولون حجي، طبعا اللي راح الحج بيسموا لا اسمه. لا، حتى الكبير بالعمر يقول حجي. أوكي. لا، اسمي العائلي حجي. وعلى فكرة اسم الحجي يعني عندنا كتير مشهور بالمغرب، ولاعب الفوتبول مصطفى حجي وأخوه يوسف يعني من الناس اللي كتير يعني بدعوا بالكرة المغربية. فاسم حجي عندنا اسم كتير كبير بالمغرب. حلو حلو. احنا عندنا بالعراق ما يسموه هذا. شكرا يعني بحياتي لأنك وضحت هذا الشيء. لازم كان نوضحها. طيب، يعني كونك انه يعني عايشة اغلب الوقت بالطيارة وقليل يعني قليل تستقرين، اذا نقول هل صار هذا الموضوع الاستقرار مثل العقدة بداخلك، انه شو وقت يكون لي بيت مستقرة بي، مكان مستقرة بي، فكرة الاستقرار؟ لا بالعكس، انا حاليا يعني تقريبا صرت مستقلة ما بين باريس وما بين اربيل، فانا ما اعرف اي استقرار انت دا تقصد، بس حاليا انا يعني ما بين اربيل وباريس. شو قصدك يا ساري؟ لا، قصدي واضح، انت اللي قصدك مو واضح. زين، وين تحسي نفسك اشهر، باي دوله عربيه؟ بالمغرب، بالعراق، بلبنان ايضا ظليتي فتره؟ والله انا مشهوره، ممكن احس حالي بالعراق وبالمغرب، بس الشهره بالنسبه لي شيء ثانوي والله العظيم، لانه دا يعني اهم شيء انه اكون ناجحه بعملي، واقدر اوازن ما بين عملي الفني وعملي الاعلامي وما بين مؤسستي الخيريه. لانه ساري يمكن الشيء اللي بيعمل لي سعاده بحياتي هو لما ارسم بسمه على وجه طفل بريء. هذا الشيء عندي اعظم من اي شعور واعظم من الشهره والله العظيم. انت للناس اللي ما يعرفون، انت عندك منظمه اسمها احلام الطفوله، منظمه مختصه بالطفوله والايتام تحديدا. ليش اخترتي الاهتمام بالايتام؟ هل مثلا صار لك شيء بطفولتك خلاك انه؟ لا والله هذا الشيء ابدا مش مرتبط، بالعكس انا عشت طفوله مدلله والحمد لله، بنت عشت في الخير وفي العز، ووالدي الله يحفظهم يعني حاولوا على قد ما يقدروا انه يعيشون حياه كريمه أنا وإخواني. بس بحكم سفري الكثير وزرت كثير بلدان، كنت بشوف هاد الأطفال
مساكن المشردين والأيتام واللي عندهم حرمان من الأب والأم. فهذا الشيء خلاني يكون عندي حافز أنه أؤسس هذه الجمعية الخيرية، وعلى ذلك يعني قررت أنه أؤسس جمعية بتهتم برعاية الأطفال الأيتام والمشردين، وهذا طيب. طبعاً شيء جد بيسعدني. طبعاً شيء عظيم هذا. أنت يعني نشأتي بفرنسا صحيح؟ يعني لا، أنا نشأت انولدت بالمغرب، وبعدين بحكم عمل أهلي انتقلنا إلى فرنسا، وهلا صار لنا تقريباً أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة هناك. كونك عربية بفرنسا، إحنا نسمع عن موضوع العنصرية وهذا الشيء تجاه العرب، عانيتي من هذا الشيء وأنت تكبرين أو لا؟ ما أكذب عليك، الفرنسيين جداً عنصريين، تخي راسيست يعني لدرجة ما تتصورها أبداً. بس إنه بالنهاية تعايشوا مع العرب، أنت ما شاء الله العرب ما قصروا يعني في صاروا أكثر من الفرنسيين حالياً أصلاً بفرنسا. بفرنسا عن في جزائريين وتونس والمغرب أكثر شيء على مود هيك. تذكرين موقف عنصري ما تقدرين تنسي أبداً صار وياك، لأنه هاي المواقف ما تنسي تظل ببالنا؟ لا والله، بس في مرة كنت في البنك وكانت واحدة يعني اللي على أساس عندي معها الموعد، أنا دا أنتظر وهي جالسة بتحكي مع صاحبتها، بتتكلم بتحكي لها شو صار مع زوجها البارح، شكله قاهرها يعني. فقلت لها لو سمحت يعني صار لنا أكثر من 10 دقائق واقفين، فهم أكيد فيهم عنصرية مع العرب، أكيد 100% الصراحة. ما فهمت وين عنصرية، زوجها عربي مثلا؟ ما أعرف، ما بيحبوا العرب، ما بيحبوا، بيشوفوهم يمكن فوضويين، بيشوفوهم بيعملوا ما أعرف أشياء مو ما بتعجبهم، أو صاروا كتير عرب هلا، يمكن أكثر من بباريس صحيح. أكثر الفرنسيين طلعوا برا باريس وصاروا احتلوا الأجواء. زين، أنت خرجت اقتصاد، بعدها دخلتي لملكة جمال الشرق الأوسط ببيروت سنة 2011 عن طريق الصدفة، وفزتي باللقب. المضحك بالموضوع أنك سافرتي ويا صديقتك اللي هي كانت يعني مسافرة حتى تأخذ اللقب، أنت جاية فيكيشن عطلة ببيروت وفزتي أخذت منها. طبعا أنا مثل ما قلت أنه أنا درست الاقتصاد، هذا كان يعني أمي كانت تحبني أدرس اقتصاد، وأنا مرضية الوالدين، ما بحب أكسر كلمة لأهلي. فدرست الاقتصاد، بس أحياناً في أشياء إحنا بنختارها وأشياء القدر بيجيبها لنا. فلما درست الاقتصاد يعني النصيب والقدر أنه دخلت يعني العالم عروض الأزياء في باريس، هذه كانت بدايتي. وبعدين تدرجت وشاركت في مسابقات ملكة جمال الشرق الأوسط مثل ما ذكرت، والمضحك في الأمر أنه أنا فزت، البنت اللي أصلاً كانت رايحة على مود يعني تقدم ما فازت. ما يحتاج أقول لكم أنه علاقتكم بعدها أو لا، أكيد الصداقة انهارت. لا بالعكس، هي إنسانة كانت كتير طيبة وفرحات لي. وثاني الحمد لله من خلال هذا اللقب أنا قدرت أستثمر كتير شغلات الحمد لله، ما كان يعني مثل ما بيقولوا الفرنسيين سوابيل إتتوا يعني كوني جميلة وأسموتي. بتحكي فرنسي؟ شوي يعني. أوكي. فحبيت أعمل شيء يعني مفيد للناس، وكان من خلاله أنه أسست جمعيتي الخيرية، أنه فتح لي العديد من الأبواب في عالم الأضواء، فالحمد لله يعني كان حققت شيء حلو بهذا اللقب. طبعا. طيب أنت المسابقة اللي اشتركتي فيها سنة 2011، يعني هل هي مسابقة رسمية؟ لأنه نسمع عن كثير مسابقات ينشر بها اللقب ب 2000-3000 دولار وخلص تتوج وتصير ملكة، هل هي كانت مسابقة رسمية أو تحت مظلة عالمية أو على الأقل مظلة عربية، أو كانت من هاي النوعية من المسابقات؟ أكيد كانت مسابقة رسمية وموثقة. فأنت بتحكي على 2011، يعني هذه بدايات المسابقات طبعاً. اللي كانت ما فينا نلعب في هالمواضيع. يمكن هسه ما أعرف أنا، يمكن يجوز أنت تعرف أحسن من عندي، خصوصا أنه أنت ابن بلد يعني إذا بتحكي على العراق. وبالنسبة لتواجدي في كل يعني مسابقات الجمال خصوصا ملكة جمال العراق، هذا الشيء يعني بيكون مسابقة رسمية وموثقة من وزارة الثقافة، فأبدا على الإطلاق مش موجود هذا بيع الأصوات وهذا الشيء. طيب بس أكون صريحة شوية وياك، أنه سنة 2016 حضرتك صرحتي أنك فزتي بلقب ملكة جمال الكون ميس يونيفرس، رغم أنه بعد بحثي عرفت أنه هالمسابقة لم تقام أصلاً ب 2016، وإنما المسابقة الرسمية أقيمت 2017.
هل مسابقة ثانية هاي أو إنه شنو الموضوع؟ إكزاكتوم مثل ما قلت كانت مسابقة ثانية ونعمل حفل لها بس يمكن ما أخذ ضجة كبيرة بس كوننا نعمل بدولة عربية مثلاً؟ ممكن لأنه نعمل بدولة عربية وأنا طبعاً سعيدة بكل هذه الألقاب اللي حصدتها والحمد لله من خلالها قدرت أسس كثير أمور. زين هسه أجي ببالي شيء أنت أكو موضوع مو هاي حاد شبي إنه أنت عندك تجربة زواج سابقة وانتهت بسرعة، هل ممكن إنه ملكة جمال تكون متزوجة سابقاً؟ لا. عشان؟ ما افتهمت سؤالك. أنتي كنتي متزوجة سابقاً ومنفصلة، هل ممكن؟ مين قال لك كنت متزوجة؟ أنتي صرحتي بلقاء؟ أي سنة؟ بحياتي ما صرحت بهذا الشيء. قلتي قبل المسابقة؟ لا، في حياتي ما صرحت بهذا الشيء. طلع لي لقاء بيقول هذا الشيء. يعني ما متزوجة أنت؟ بحياتي ما هسه شو الناس يعني شو راح تستفاد إنه متزوجة أو لا؟ وبعدين أنا حتى لو أنا متزوجة ما راح أقولها يعني زوجي ما راح أظهره للناس لأنه أحياناً بيكون رجل عادي لو شو ما كان منصبه بس بنسمع إنه هو زوج فلانة بيصير الكل يريده فأنا أوكي. ما راح أظهر أبداً زوجي للناس وأنا إنسان كتير غيور على الأشياء مالتي فأحب أخليها أحب البرايفسي يعني جيم بيان لا في بريفي ومثل ما بيقولوا الفرنسيين في مثل فيفون كاشيت فيفون اورو يعني عيشوا متخفين بتعيشوا سعداء وبراحة بال. بس انا عندي معلومة انه حاليا انت تعيشين قصة حب ممكن تصير زواج ويا شخص عراقي هم والله. من وين بتجيب هذه المعلومات يا ساري؟ أنا متأكد من هاي المعلومة. وسبب هاي الزيارة مو بس خيري. والله. كيف عرفت؟ عندك حالة يعني؟ إنسانية. أنت بتقرأ فنجان يعني ولا شو؟ طيب ديتيلز شوية. ما في ديتاي، يا با ديتاي. يعني راح نفرح بيك قريباً؟ إن شاء الله تريد تفرح بي؟ إيه كلش. وإذا كان العرس وين تريدوا؟ مثل ما تريدوا هنا بالعراق ولا بفرنسا ولا بالمغرب ولا شو؟ أنت ما راح تصوري هيك فما راح تفرق يعني أنا متأكد. عموما يعني يا رب دائما تكون لك السعادة والشيء اللي تريدي. الله يخليك الله يحفظك. أحلام بعد تجربة الجمال يعني نعمة أو نقمة بالنسبة لك؟ واللي أريد أقول إنه ما في امرأة يعني مهما تكون جميلة إذا ما في رزانة وتوازن وإذا ما في روح ولطافة لا قيمة للجمال ويعني رقي يعني بيروح بتخسر هالجمال. شنو سر المرأة المغربية؟ دائما المرأة المغربية يعني يحكى بجمالها وبأنوثتها وكثير من الجميلات من أصول مغربية. شكرا. طبعا احنا نفتخر وهم عندكم العراقيات جميلات. أنا شفت عراقيات قمة في الجمال وما أعرف ساري ليش هالبنات الحلوات ما بيقدموا على ملكة الجمال. يمكن يجوز المحيط أو عادات العادات ما يقبلوا بالعكس. فسر البنت المغربية أنه هي بسيطة وأنه ممكن تكون بتدلل الرجل بتكون معاه لطيفة مش متطلبة كتير فأتصور هذا هو السبب هذا السر. فقط. طيب شوفي غير شيء قول. لا جمالها هم طبعا يعني أحيانا غير الجميلات موجودين بكل بلد بس مثل ما كنا عم نحكي الأسلوب واللطافة والهدوء والروح الحلوة هذا الشيء بيزيد يجمل المرأة أكثر وأكثر. صحيح. زين بعد اللقب بديت تقدمين برامج أولاً برامج فاشن وموضة يعني بعدها مثلتي وغنيتي أيضاً سينجل. عملت كل شيء. سويتي كل شيء. وبلوجر. تبع اسماء ورزق ضايع. لا إن شاء الله ما ضايع. هل يعني التنوع هذا يعني خليش تحت مظلة إنه صاحب بالين كذاب أو فنان شامل؟ الحمد لله أنا يعني كل شيء نحطيت فيه ولا مرة حسيت أنه مش هو لي كل شيء نحطيت فيه الحمد لله أنا بدعت فيه ولكن ممكن أنا دا أحس أنه تمثيل احترفت التمثيل يعني وحط عيني عليه في الفترة الجاية وتقديم البرامج يعني حاليا هنا الفوكس. طيب فترة الغناء يعني حسيتي فترة أن صوتك حلو أو ليش غنيتي؟ غنيت بس هيك يعني لعب. ايه مش لا مش لعب ولكن يعني تعتقدين صوتك حلو مقبول مش كتير حلو لا لو كان حلو كنت كفيت بهذا الشيء
على مود هيك دا أقول كل واحد مثل ما بيقولوا أعطي الخبز الخباز. يعني كل واحد بمرتحت بهذا الشيء. طيب يعني بالنسبة لك أنت شنو أكثر شيء مربح؟ هل موضوع البلوجينج والإعلانات أو التمثيل أو الغناء؟ ولو أنت ما احترفتي الغناء لكن شنو أكثر شيء ماديا أفضل حاليا؟ ما راح أكذب عليك، يعني بالنهاية في على حسب الواحد وين بيحط حاله. هلا في ناس بتاخد أجور قليلة، في ناس بتقبل بكل شيء، في ناس يعني أشوف ممكن كمان يعني طريق الإعلانات هو شيء حلو، يعني شيء مربح. صحيح. طيب دائما تنشرون على السوشيال ميديا صور تبين حياة رفاهية لكجري لايف، يعني كلش بيها مجوهرات، بيها سفر، بيها براندات، حياة رفاهية يمكن ما يقدرون هواي ناس يعيشوها. هل صح أنه تنشرين هاي الأمور من يكون جمهورك أغلب عربي وأغلب من فئات يعني فئات اجتماعية تعبانة جدا ماديا؟ هل صحيح؟ بصراحة بالعكس، يعني أنا أو يكون حافز لهم مثلا، يعني أنا ما أنشر مثلا طيارات خاصة أو يعني بالعكس أنشر أشياء لأنه أحب أتواصل مع جمهوري والناس اللي بتحبني، وأحيانا أعطيهم نصائح، أحيانا أكون في أماكن سياحية حلوة أحب أنصحهم فيها. فبالعكس أنا أحترم كل فئات المجتمع بالعكس، وما ترى أنا إنسانة كتير بسيطة ساري، يعني ما طيب أشوف حالي ذا يعني أتفاخر أو نو. يعني مثلا أول سؤال يجيب بال الناس، من أين لك هذا وشنو الشغل اللي يجيب هاي الحياة والسفر؟ وين بتشوفني مثلا مسافرة؟ أنا عادي، أنا باريس، I live in Paris. ومغرب وين بتشوفني؟ عندكم بالعراق مثلا؟ وين بكون مثلا؟ أشياء بسيطة، وين بتشوفني هذه الأشياء الفخمة يعني اللي بتقول عليها؟ يعني بالإنستغرام والهاي تشاركين هذا النوع من الحياة؟ أشارك، أنا عايشة بباريس إجباري بدي صور هناك. صح، أحيانا بيكونوا إيفنتات، بكون معزومة، عندي شغل، عندي إعلانات، عادي. ما أشوف فعلا يعني ما أشوف حالي أنه بصور شيء. على فكرة مثل ما قلت لك أنا ونوهت من قبل أنه أحب البرايفسي، فأنا ما أصور كل شيء، هذا جزء من حياتي. إحنا بالفعل ما نعرف شيء عن حياتي الشخصية، يعني اللي تصوريه هو وين طلعتي مثلا. صحيح، يعني شو تريد أكثر من هذا؟ أتمنى أنه أعرف حياتي يعني. ليش تخفين كل شيء عنك؟ ما ندري أي شيء عن أحلام حجي. لأنه أنا إنسانة أؤمن بالعين، ما أحب التفاصيل. يعني الناس ليش حتشاركي معها تفاصيلك الدقيقة؟ بالنهاية هي تحب تعرف شو أعمالي، شو شغلي بالأيام الجاية، يعني تفاصيل حياتي ما أريد. السوشيال ميديا ما تركت. طيب احكي لنا وأني أدق على الخشب كل الفقرة، شنو رأيك؟ خلنا نعرف كم شغلة. على شو تريد أحكي لك؟ مثلا يعني أول سؤال يجي ببال هواي ناس، هل متزوجة أنت اليوم؟ هل بيع يعني؟ راجع رد لي نفس الشيء. ده حاول بغير طريقة. نو. في عريس؟ انت في من برنامجك انه انه جاهزه يعني. زين، عندك اطفال؟ اشاعه انه عندك اطفال وتخفيهم عن السوشيال ميديا؟ الاطفال اللي بتصور معاهم هم اولاد اخويا مثل ما قلت لك، بس هذا بس. زين، شنو حقيقة أنه كان يعني يجمعك زواج سري للفنان وائل كفوري؟ هالمشكلة بتعرف ليش الموضوع صار كبير وصار في أخذ وعطى؟ لأنه الفنان وائل كفوري لما سألوه وقتها كان عنده برنامج عرب، شو كان، عرب آيدل ولا The Voice يمكن، فسألوه قالوا له ألف مبروك، قال لهم الله يبارك فيكم، بس هو الموضوع يمكن كان حاب يزيد يعني يولع الأجواء، لا تزوجنا ولا كان بيناتنا علاقة حب ولا شيء. انت تعرفي شايفته قبل مثلا؟ هو كان اجى المغرب وكان عمل حفلة، انا قدمت الحفل مالته، صار وتصورنا كلام فقط. بس صورة؟ اكيد صار كلام يعني. عادي، ما انا وياك لو التقينا برا في الشارع راح يصير كلام بيناتنا ساري. شنو قال لك مثلا؟ كلام عادي. يا ساري سار الليل، في اغنية اسمها يا ساري سار الليل زودتيها يا ساري كافي. زين، ما هو القوية انه يعني انت قلتي انه هاي الاشاعة فادته هو اكثر. والله انا اشوفه لانه انا خربت عليه بغير مكان. احكي لي شنو خير لهنا وصلت بسبب هاي الاشاعة؟ انفصلتي عن علاقة يعني بسبب وائل كفوري؟ ما اعرف.
لا قولي لي ايه لازم الح بهذا الموضوع. وين الهوت شوكليت؟ هسه يجيبون الهوت شوكليت بس اعترفينا على هذا ليش عافك بسبب وائل الكفوري؟ مين عافني؟ منو يعوفني؟ منو انا يعرفني ويعوفني؟ بعد انت عفتي على مود وائل الكفوري هسه احلى سكوب هسه. ما يقعد راحه ساري ما يقعد راحه. خلاص وصل الجواب صار واضح. زين قلتي انه ماكو اطفال وماكو زواج لحد هسه، شنو منتظره يعني؟ هل عندك هذا الطموح انه تسوين عائله تسوين اكيد هيك؟ اكيد ساري، بتصور ما في امراه ما بتطمح للامومه وانه تكون بيتها مع عائلتها، بس انه كل شيء قسمه ونصيب، لما الله يريد اهلا وسهلا. عانيتي من الغيره من النساء؟ ساري الغيره موجوده في كل مكان وفي كل زمان يعني، بس أنا مع الغيرة الإيجابية، إنه لما بغار من أحد إنه أصير أريد أصير مثله أو أقلده بأشياء، أو مثل في مثل بالمغرب بيقول لك عاند لا تحسد، يعني عاندني اعمل مثلي بس لا تحسدني. وهم يعني أقدر المرأة اللي بتغار على زوجها أو حبيبها، بكل هذا شيء طبيعي، بس الغيرة السيئة اللي فيها الحسد والحقد والواحد ما يتمنى لك الخير، هذا شيء مش مقبول. أو المرأة مثلا اللي بتغير من امرأة جميلة، هذه أنا بنصحها بتروح لشي طبيب نفسي. تؤمنين بالسحر؟ مذكور في القرآن السحر. صار وياك موقف يخص هذا الشيء؟ لا. هسا أنت أنا فاهمك تريد تسألني لأنه دائما بيربطوا المغرب مع السحر، صح؟ لا أبداً أبداً. أنا ضد هاي الأمور لأنه هاي استجمة وغلط وما لها علاقة. أكيد. لكن أنت قلتي أنه لأنه أنا دائما أسمع صراحة لا لا هذا كلام متخلف جداً. بسمع دائما على العراق أنتوا هم عندكم الحلة فيها السحر عندنا أم عباس أم عباس أم علي أم علي حلويات أم عباس لا لا هذا كلام متخلف، هذا كلام متخلف. لكن أنت قلتي أنه تؤمنين بالحسد. أنا قلت العين صار لك موقف مثلا ويا الحسد انه شيء حسدتك مباشره؟ مش شيء حسدني، بس اكو ناس بيستنسفوا طاقتنا بعينهم بدون ما ندري احنا هيك يعني بنتاثر. شو عندها؟ شو راحت؟ وين عملت؟ هي نجحت؟ بالنهايه كل شيء في الدنيا قسمه ونصيب، اللي الله كاتبه لك راح يجيك لعندك. العمر عدو لو صديق وياك؟ شوف لا هو عدو ولا هو صديق، بين وبين بس. عن جد ساري العمر مجرد رقم. شو قد عمرك؟ شو كم تتوقع؟ يعني كم عمرك انت؟ انا اول شيء تجاوبي اجاوب وعد. شو قد؟ 19 عمرك؟ اي وانت 16 صح؟ اكزاكتلي. زين خلص ضبطنا بعضنا. طيب انت تغارين من فنانات ثانيات؟ لا ليش اغار؟ كل واحد عنده اللاين مالته يعني اللي بيروح عليه، وليش بدي اغار يعني؟ ليش ليش راح اغار؟ عددي لي ثلاث فنانات اجمل. شو راح استفيد؟ واذا ما فرحت لنجاح غيرك ما راح تنجح انت كمان. لا مو شرط، مرات نحب نحقد شويه. ما عندي انا هذه الصفه الحمد لله، ما عندي. بالعكس ساري انا هوايه ناس ادوني وهوايه ناس عطيتهم حب وعطيتهم وفاء واخلاص، وثقت فيهم في اخر شيء طعنوني في ظهري. الناس صارت ما تستحي، صارت كذابه، ما صار هذاك انه ما صار الحياء، صارت الناس وقحه يعني. مثلا ما صرنا نقولوا انه راح نجرح المقابل بالكلمه، ما صار هذا الشيء. فانا كنت بالاول بالزمانات بقول انه راح اعاملك بالطيب لغايه ما تثبت لي العكس. هسه لا، صرت كثير صراحه حذره وصرت حاده مع الناس. بحس حالي صرت قاسيه احيانا. شكلك انطعنتي كثير. ممكن مع ناس ما تستاهل، حتى الناس الزينه صرت كلهم حطتهم بسله واحده. يعني راح اشوف منك شيء زين لا اقدر. وما عندي اصدقاء انا اصلا، اصدقائي كثير معدودين. صديقتي اللي بتحبني وتحب لي الخير هي والدتي. الله يحفظها. الله يخليك، الله يحفظ لك اهلك. طيب وين هوت شوكليت؟ شو هذا الشيء؟ رجعنا لكم الفاصل ويا الجميله احلام. خلاص الهوت شوكليت صار يمك ونقدر نكمل. زين قلتي لي ما تغاري من احد، عددي لي ثلاث فنانات تحسيهم اجمل منك. اكو هوايه جميلات صراحه. كثير احب جمال سعاد حسني الله يرحمها، تعجبني فاتن حمامه كمان، ماجدة الرومي حلوه كثير. يلا على الاقل وحده عايشه باللي اشتريتيهم. زين
أحلام، هل تبحثين دائما عن الترند؟ لأنه دائما متهمات المشهورات على السوشيال ميديا أنه يسوون أي شيء على مود الترند. إيش قد يهمك موضوع أنه ظلين ترند؟ ماذا أحتاج؟ صدقني والله العظيم، شو الموضوع اللي شفتيني عملته ترند؟ يعني احيانا تكون الصور اوفرت فيه مثلا، لا مو اوفر يعني كلاس، لكن بعض الصور تكون جريئه على مجتمع شرقي وعربي كلبس كحركات. انت بتشوف ملابسي جريئه؟ احنا مو كنا سوا، يعني بالنسبه لي ممكن تمام، بس بالنسبه لي ناس يتابعوك من يعني من خلفيات مختلفه راح يشوفون انه هذا الموضوع اوفر شويه. انا لما اكون مثلا لما بكون بسان تروبي بالبحر، شو راح البس مثلا؟ راح البس خمار. بس ضروري انه ننشر؟ ما نشر انا مايو، بس شيء اشياء بسيطه عادي. هسه شو كيف شو لابسه انا؟ بشوف يعني لكل مقال اكزاكتلي. زين اوكي اقتنعت. انت على شو بتتحركش فيها كثير، عادير بالك. لا 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 ابدا، بس على طاري تحركش، يعني اكو شخص بمول ببغداد سمعت انه هو اللي صدق تحركش فيه. يعني ايش سوى؟ والله هذه قبل يومين، والدتي بتحب الذهب العراقي، فقالت لي ما تيجي وانت ما جايبه معك ولا هديه. رحنا نشتروا لها هديه بمول بغداد. وأنا بدأ أتمشى أنا وصديقتي، إلا ألاقي شخص واقف لي هكا قدامي ما بيخليني أدخل أتمشى. قال لي أحلام الحجي. لا، قال لي أمنيتي بالحياة أني أبوسك. باوقت على صاحبتي قلت لها هاي شنو أويلي جري؟ قلت له والله أنا راح أسافحك وإن شاء الله البوسة خليها لمراتك لما تتزوجوا. فتصورنا هيك وضحكنا يعني. فمواقف بتصير كثير حلوة مع المعجبين أحياناً. صارت مواقف مو حلوة ويا المعجبين أو المعجبات؟ يعني مثلاً قالوا كومنت شوية ما حبيتي؟ وين قالوا قصدك؟ لا بالواقع مو بالسوشيال ميديا. لا قدامي لا، ما في أحد بيقدر، بالعكس دائماً بتصير أشياء هيك ظريفة. ولما كنت جاية هسه من المغرب، لأنه ماكو دايركت على العراق أنت بتعرف، أي ترانزيت لازم، فعملت ترانزيت، عملت كازابلانكا تو إسطنبول، وده أنطر الطيارة اللي بتيجي من إسطنبول على بغداد. ففي اثنين طيارات، تركيش إيرلاين والعراقية. فلقيت هيك شي جروب عراقي بيقولوا أحلام الحجي ما تريد، هما ما توقعوا رايحة أنا على العراق وياهم. فما تصوري معنا راح تصيري مثل هادوك المشاهير المتكبرين. باوقت عليهم يابا لا راح أتصور معاكم. فكنا بنتصور هيك راحوا هادو جو ناس تانين. المهم آخر شي ضليت مع واحدة سيدة مع اثنين بنات بنحكي وهيك، وتقولي احنا بنتابعوك وشفناك في أربيل كذا كذا. ضليت الآخر شي طلعت طيارتي تركيش إيرلاين وهم مع العراقية، راح طيارتي. لا قلت يلا بعد على خاطر العراقية، يلا كل شي هون. طيب عندنا فقرة اسمها الاختيار الصعب، راح أخيرك من خيارين ونشوف أي واحد تختارين بيهم. أوكي، الزواج أو الحب؟ الحب. رجل خاين أو بخيل؟ خاين. زين، فلوس أو شهرة؟ فلوس، ماني، كاش طبعا. إذا راح تقبلين الخاين على مودها، شو اسمه؟ لا دولشي فيتا. شو إذا راح تقبلين الخاين لأنه مو بخيل. زين، ورد أو مجوهرات كهدية؟ أكيد مجوهرات. الورد ينطيل، ما بدي أجاوب، راح يدبل الورد بعد يوم يومين، بس جوليري راح يضل وراح تتباهي فيه. زين، رياضة أو تجميل كرشاقة أو جسم؟ هي رياضة يفضل، بس تجميل هذا الشيء ما بيمنع اذا بنحتاج شيء رتوش بسيط او ليش لا. انا مش ضد ابدا التجميل على فكره. سويتي عمليات تجميل؟ لهسه لا، بس ان شاء الله اذا احتاج في المستقبل. ولا عمليه؟ يعني عامله مثلا بوتوكس، عامله فيتامين، عامله يعني اشياء بسيطه. طيب اخر واحد هذا حلو، تكونين اغبى انسانه بالعالم لكن محظوظه، او تكونين اذكى انسانه بالعالم لكن غير محظوظه؟ لا اكون اغبى واحده بس محظوظه. صحيح. تعانين موضوع الحظ؟ واحنا عندنا بالعراق يقولون الحلوه دائما حظها مو حلو. صحيح، يعني ممكن الحلوه حظها مش شو بتقولوا، في معنى ثاني بتقول. أي بس ما قاعد ولا ما صح شلون الحظ حظ الزرقاء. لا
اشوف حالي الحمد لله واخده قسمتي واخده نصيبي الحمد لله. زين راح نروح هسه انا وياك لفقره الصور، راح نشوف بها كم صوره لزملاء لك يا ويلي، ونشوف ايش راح تجاوبين عليهم. يلا قبل ما نبتدي خليني اشرب هوت شوكليت حتى اصحصح، لانه حاسه انت صحصحين للصور حتى. اوكي اول صوره يلا. النجمة العراقية شذا حسون ملتقية بها قبل تعرفيها، هي أيضا عندها والدتها مغربية. صحيح، لا صراحة بس أنا كثير أحبها وأشوفها جدا ناجحة وأتمنى لها كل الخير، أحبها طبعا بنت بلدي. برأيك منو النجمة العراقية الأولى؟ دائما أكو حرب حاليا بينهم كمطربات. الله يخليك ما تسألني على هذا الشيء، بس هذه بنت بلدي أكيد راح أقول هذه. شذا 100% شذا حسون نجمة العراق الأولى. إيه أوكي نكست. أحلام الملكة أحلام، تتشاركون أنتم بنفس الاسم؟ إيه. شنو رأيك بأحلام؟ كلش أحبها وأحب أغانيها وعفويتها كثير حلوة على فكرة. بتجنن أحلام. أوكي أنت اسمك حقيقي أحلام؟ لا. شنو الحقيقة؟ وليش تريد تعرفوا هذا؟ خلاص أريد سكوب. لا. طيب بأي حرف؟ سين. سين سارة. لا. أوكي نكست. بسمة بوسيل الفنانة المغربية وطليقة تامر حسني. طبعا سمعتي موضوعها صار ترند إنه انفصالها صار بسبب يعني أيضا بلوجر أو فنانة مغربية. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ لا مش غير صحيح. غير صحيح لأنه زوجها يعني خائن. تامر حسني خائن؟ أكيد. شلون عرفتي أنت يعني؟ خلاص عرفت، دمرها للبنت، خطية، شقد سامحته سامحته خلاص. أحسن خليها تروح تعيش حياتها يعني. ما راح الدنيا ما راح توقف عليه صح ولا لا؟ بس أنت شفتي شيء بعينك أنه هو خائن أو يعني وصل لك؟ وصل لي أشياء. فكتير تحملت وصبرت كرمال أولادها و بس خلاص يعني صار طفح الكيل. طيب نكست. دنيا باطمة. دنيا باطمة أيضا فنانة مغربية معروفة. راح أشوف صراحة دنيا انسجنت من فترة بسبب أكاونت كان يشتم الفنانين، أكاونت حمزة مون بيبي، وايضا انت كنتي من ضحايا هذا الاكونت. لا ابدا، لا حكى عنك كثير. لا ما حكى علي ابدا. نو بس هي اريد بس اصحح معلومتك، هي ما انسجنت. اختها اللي انسجنت. اوكي هي ما انسجنت ولهسه يعني صدقني لهسه ما عرفوا الحقيقه. هذا الحساب، هذا الحساب كان بيهدد المشاهير وبياخذوا منهم مصاري وهيك، بس هي ما إلها دخل، يجوز غير ناس تانية. أنت عندك علاقة بها بأي شكل من الأشكال؟ يعني تقابلنا مرة بالميريكس دور ببيروت، إيه أعرفها. لكن شنو تحسيها؟ تحسيها مظلومة بالهجوم اللي عليها أو؟ إيه كلش مظلومة، يعني شو عملت لكم هذه الإنسانة لتهجموها هالقد؟ بعدين من أجمل الأصوات. صحيح. يعني صوتها واو. هل بالمغرب هي محبوبة أو أيضا ببلدها؟ لا هي مهاجمة. محبوبة محبوبة، بس شوف في أكو أعداء النجاح وين ما بتروح. أكيد عندها أعداء، بس أنا أحبها صراحة وصوتها جميل، صوتها كتير حلو. أحلى من حب دنيا. نكست. ميرسي شكرا. النجم محمد السالم. محمد السالم سويت ويا كليب وأيضا مثلت فيلم، لكن الفيلم هذا ما نعرف وين. سمعنا عن فيلم مصر راح يجمعك انت ومحمد السالم من انتاج السبكي اعتقد. راح يكون الافتتاح في شهر 7. هو كان المشكله اجت صورنا قبل كورونا وكانوا بعد المشاهد بعدهم ما كاملين، فاضطروا ينتظروا تقريبا ما بعرف سنتين وكل شيء واقف. فهسه خبروني على مود شهر 7 اكون حاضره بالافتتاحيه. يعني وانا طلعت معاه بالكليب، راح يكون شيء كثير حلو. يعني هو الفيلم ما لغى موجود؟ لا موجود الفيلم. أوكي. طبعا يعني انا من عشاق صوت الفنان محمد السالم، بتمنى له كل الخير، واكيد شخص تعب على حاله واجتهد، ولكل مجتهد النصيب. اكيد غير محمد السالم منو فنان عراقي اذا عرض عليك تظهرين وياه بكليب راح تظهرين؟ احبهم كلهم والله. واحد اريد. شو نسيت سميتهم اللي
اغنيته هسه مشهور دار شو سميتها؟ اي اغنيه مصطفى العبد الله. شو اغنيته اللي انشهرت؟ هوايه كل اغاني مشهوره. ما يريد شكلك ما تحبه. لا بالعكس، مصطفى العبد الله. اوكي مصطفى العبد الله زين. نكست اتهمتيني انه ما احبه كلش، احب مصطفى العبد الله. والله سعد المجرد. هالولد شقد انظلم، حرامات والله. يعني بتعرف السوء حده صارت معاه المشكلة بفرنسا، والفرنسيين بيكبروا إذا شيء هيك بيرجعوا هيك. بس هو تهم باختصاب مرأة، وهذا يعني أثبتت عليه التهمة لأنه أخذ حكم، فالمفروض أنك كمرأة تتعاطفين ويا المرأة صحيح؟ أنا بتعاطف مع النساء، ما عندي أي مشكلة، ومثل ما برد على نفسي ما أرد على، بس أشوف يعني انظلم كثير صدقني، لأنه سعد المجرد عنده كثير أعداء، ولما كان راح على فرنسا يعمل هالحفلة كان كثير ناس من أعداء وراحوا هناك، وأتصور هذا الشيء كان مرتب له. 100% ما يستاهل، حرام عن جد. بس حاليا خلص هو يعني برا السجن، يعني هو حاليا بفرنسا وده يعمل أغاني، ويعني بتمنى له كل الخير. تزوج مؤخرا، هم نقول له ألف مبروك. و إذا كان صدق مسوي هذا الشيء، هل أنت مع الحكم اللي أخذه؟ هل إحنا متأكدين من شيء؟ إذا تأكد. هو إنسان كتير طيب على فكرة، إنسان كتير محترم وجدا راقي وبسيط لأقصى درجة، فما بتوقع منه هذا الشيء. أنا بدها تدخل في عقلي. أوكي نكست. الحب. وائل كفوري. بتعرف الأغنية يا ساري ساري الليل؟ راح أغنيها. كل ما تتوترين تغنيها، خلاص حفظتك. ما راح أتوتر لا بالعكس. يلا باعي عليها وأعطي كلمة. أعطي كلمة ليش؟ بعيني أريدها يعني. سارة أنت عن جد يلا فاهم الحياة غلط. لا والله العظيم أنا كثير معجبة بصوته، ومن عشاق يعني من معجبينه. من الله يوفقه. لا من عشاق أغانيه سوري. الله يوفقه إن شاء الله بحياته. والله ليش بتضحك؟ أنا بضحك لأنه أنت بتضحك. لا ما أضحك، أنا عادي ببتسم يعني. يا رب تبتسم على طول. زين قول لك كلمة لوائل الكفوري إذا دا يسمع. إذا دا يسمع شو أقول له؟ اتقي الله. لا لا ليش؟ ترى عن جد أنت بتكبر المواضيع، ما في شيء من هذا الشيء اللي ببالك. بقول له بس ما تغيب كثير، يعني ضلك دائما طلع لنا ألبومات جديدة وهيك. يا سلام. يلا أوكي نشوف الصورة اللي وراها. يا سلام يا سلام. خلونا نغني ما ننام. أسماء المنور. على فكرة أنا أعشق هاي الإنسانة. أسماء صرحت أنه هي نجمة المغرب الأولى من برمضان، يعني ببرنامج برمضان. مع أو ضد هذا التصريح؟ مع. ليش؟ من أجمل الأصوات، صوتها رهيب وإحساسها كلش عالي. بس هي أو سميرة سعيد مثلا؟ أنا بتعرف كل واحد وجهة نظره. أنا بالنسبة لي هي سميرة بن سعيد، سميرة سعيد، دنيا باتما، كلهم أحس يعني أحسهم صف أول. طيب حافظة شيء الأسماء؟ حافظة كثير بس ما بيجي على بالي هسا. لا والله ما عندي شيء هسا ببالي. يلا أوكي نشوف. حطوا لنا أنتم أغنية إذا تريدون. الحقوق الطير حبيبتي. نشوف صورة الأخيرة أعتقد أو بعد أكو ما أدري. إيه نادين الجيم، النجمة اللبنانية نادين الجيم. شنو رأيك بها؟ كثير أحبها، كثير أحبها، وكثير أحب عفويتها وصراحتها، وهيك يعني لما تتصور مع أولادها، وأظن أنه انخطبت مؤخراً. نقولوا لها كمان هي ألف مبروك، وبنتمنى لها كل النجاح، وأكيد إنسانة اشتغلت وتعبت على حالها، وبتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله المزيد من التألق. طبعاً بينها وبين سيرين عبد النور وبين ماجي بوغصن، منو تعجبك أكثر بالدراما اللبنانية؟ هما حالياً متصدرات يعني شكلاً ولا شكلاً وأعمالاً يعني تمثيلاً. بتعجبني نادين جيم. نادين جيم أوكي. أحلام أنت زرتي الموصل بعد التحرير مباشرة، وكانت خطوة يعني جريئة. ليش اخترتي الموصل وشنو سويتي هناك؟ طبعا ساري أنا زرت العديد من الدور الأيتام بالعالم كله، وزرت كذلك مخيمات لاجئين بالشمال، وكانت عندي كمان زيارات لدور الأيتام في بغداد،
ولكن شدني كثير موضوع الموصل، خصوصا انا زرته بعد تحرير مباشره. يمكن يعني انجين جولي بعدها انت مباشره صارت. اتصور يمكن ما في ولا فنان عربي راحت. مع انه هوايه ناس حذروني لا تروحي، خطر، ما بعرف شو، بس انا اتكلت على الله ومشيت. وبالطريق انا جلسه بقول هالناس راح يكونوا كثير متدمرين، راح يكونوا يعني اللي مر عليهم شويه يعني. والله العظيم يا ساري استقبالهم لي كان فتشي. فشفت هاد الناس، قابلتهم، حكيت معاهم، حكينا على مشاكلهم، ويعني عملنا 20 بيت للعوائل ما عدا يعني هذه المواد الغذائيه والاشياء اللي قدمت للاطفال، من احسن الاشياء اللي انا بتوقع عملتهم بحياتي وما راح انساها، وان شاء الله راح ارجع ازورها مره ثانيه. شنو المشهد اللي ظل عالق بذاكرتك من هذاك؟ المشهد اللي ظل عالق بمخيلتي هو بنيه كانت محروقه كلها وفقدت اهلها كلهم، ومسكينه بقى صغيره يمكن عمرها شي 9 سنوات. فجت قالت لي انا خلاص، قالت لي انا افضل اموت وما ابقى بهذه الحياه. قلبي تقطع. طبعا دكتور نادر صعب اخذناه على لبنان وعمل لها الاشياء اللي ممكن تنعمل. وانا كنت متابعه معاها وكل شيء يعني كانت هي بتحتاجه انا ساعدتها فيه، وبعدنا في تواصل انا وياها. اللي اريد اقول لك ساري، وين صارت هسه؟ وين خليتوها؟ وين؟ مع ناس قرايبها، بس دائما انا وياها على تواصل. مره جتني على اربيل. بتعرف مؤخرا انا كنت باربيل ورحت ازور مخيم لاجئين، دائما اصدقائي اروح عندهم، دائما يعني في صداقه بيناتنا. والله العظيم يا ساري ما كان معايا كثير كاش، بس لما رحت هناك وشفتهم، شفت حالتهم كانت سيئه ويحتاجوا بعض الادويه، وفي منهم يعني يريدوا مواد غذائيه. كل شيء كان معايا دزيت لهم. والله العظيم كان يوم الخميس، يوم الجمعه خبروني على اعلان باربيل. الله عوضني بكل شيء والله العظيم. على مود هيك اقول لك اللي يعني بيعمل خير الله ما بيخليه، ما بتعرف من وين الله بيعوضك. الحمد لله يعني يرجع له الخير مباشره. الحمد لله. يعني بتعرف العمل الانساني ما الواحد ما لازم يعني ما بيحتاج اعلان، بس بحب يعني اشجع الناس حتى هم كمان اللي باستطاعته يعني. والنجوم والناس المشاهير يعني اذا قادرين يدعموا هاد الناس اللي فعلا هم بحاجه لينا، ومساكن خصوصا الاطفال الايتام الابرياء شو ذنبهم؟ صحيح. من فتره مثلتي مسلسل مغربي جوديا وحقق نجاح كبير حسب ما شفت على السوشيال ميديا، وانتشار، الناس صاروا يسموك باسم الشخصيه. ناويه انه تكملين بموضوع التمثيل بالمغرب؟ اكو اعمال جديده؟ مسلسل جوديا صراحه واحنا كنا دا نشتغل به، يعني شوف الواحد لما بيتعب هوايه ويشتغل ويجتهد بينتظر النجاح يعني. فالحمد لله كنا يعني شيئا ما موقعين النجاح. يعني لقى اصداء خطيره في المغرب. هسه الناس لما بيشوفوني بيسموني، هي كانت شخصيتي اسمها عزيزه بيدلعوها زيزو. فكل الناس بيقول يا زيزو ما صاروا بيكلموني باسمي. فكان شيء كثير حلو، وكانت تجربه جميله مع ممثلين مخضرمين مغاربه كبار يعني لهم قيمتهم بالوسط الفني. وهسه يعني في مسلسل جديد يعني وقعنا عليه، وهم في فيلم يعني انا راح ارجع على المغرب لانه في فيلم سينمائي راح اصوره. حلو. وبحس انه التمثيل هيك حسيت حالي فيه ان شاء الله راح ابدا فيه. اعمال عراقيه ماكو؟ او اذا انعرض عليك دراما عراقيه ممكن؟ اتمنى اشتغل مع كل المخرجين العراقيين بكل الشرف. اللهجه شنو راح نضبطها؟ راح نضبطها ما عليك. يعني راح احاول احكي عراقي. تحاولين لازم. على طاري التمثيل، احنا يمكن اغلب الناس عرفوك من خلال يعني ولايه بطيخ، ظهورك بولايه بطيخ. احكي بالعراق يعني. فشلون صار انك تشتغلين وياهم؟ شلون تواصل وياك علي فاضل؟ طبعا علي فاضل يعني شخص عظيم، واكيد شهدتي فيه مجروحه، شخص
يعني كثير راقب بالتعامل، ممثل عظيم، مخرج خطير، يعني إدارة ممثل لا يعلى عليها. فمين راح يرفض أنه يشتغل مع علي فاضل، هذا الإنسان الراقي الصراحة اللي أكله كل التقدير والاحترام. ف يعني تواصلنا مع بعض وصورت معهم ممكن موسمين، يعني كانت تجربة كتير حلوة. ومرة مع غسان، مرة مع غسان، ومرة مع كنت على أساس خطيبة علي فاضل، فكان شيء كتير هيك فاني، كان كتير حلو، وحتى بالمغرب تابعوه. يعني أتمنى إن شاء الله بالأيام المقبلة هم تكون أعمال وتكون يعني. بس ده مش كفيف بالكوميديا، ممكن تسوين شيء كوميدي يعني؟ والله والله تعرفين انه شلون يعني تبنين للممثل الكوميدي المقابل؟ والله ايه صح، هذه معك حق، لي مقابلي اعطيه الماتيريال يعني. صحيح صحيح. طيب طبعا انا يعني اعتبر نفسي انه اعرف هواي لهجات عربيه، لكن انا عندي يعني مشكله ويا اللهجه المغربيه، ما افهمها بسهوله. ومو بس انا، اعتقد اغلب العرب لهجه صعبه يعني نوعا ما. فراح نلعب انا وياك لعبه تحدي اللهجات، راح اشوف يعني ايش قد انت تعرفين اللهجه العراقيه وايش قد انا اعرف اللهجه المغربيه، يجوز اتعلم كم كلمه منها. ولو انت عندك يعني ادفانتج انه انت امك اصولها عراقيه. اي بس والدتي تحكي، صارت تحكي مغربي اكثر وفرنسي اكثر، فمش هذا الموضوع. يعني متعادلين بالموضوع. اي متعادلين. طيب خلينا نروح التحدي اللهجات. ويلي شو راح يعمل فيه ساري؟ اوكي احلام، بهاي الفقره راح نشوف تحدي اللهجات على امل انه اعرف شيء من اللهجه المغربيه الصعبه بالنسبه لي. جاهزه؟ بس ما تشغل جوجل. لا ماكو جوجل. ها يلا دكو. ابلش اني انطي اول كلمه؟ تعطيني انت عراقيه وانا اترجمها. انت تعطي اي وبعدين انت تعطي مغربيه وانا اترجم. يلا خلينا نجرب. اول كلمه مرزيب. اكو يسموه مزريب. أبني لو عرفت شو ثاني أصعب شيء في القاموس العراقي، ماكو غش؟ لا بس أقدر أحكي شعب جملة، يعني مثلا هي بصراحة كلمة أي صعبة مو كنا نستخدمها لدرجة إنه ما أقدر أخليها بجملة. لا إنه مثلا نزل المي من المرزيب. خلاص استسلمي. ثلاجة؟ لا لأنه أنا البارحة عرفتها أصلا. برميل؟ لا. بغش شو؟ خلاص ما راح تسمعيهم. المرزيب هو شايف الانبوب اللي يجي من السطح ينزل مي المطر. مستحيل كنت حاسه. انت حتنطق مين صح؟ شايلها لك. كتحمق. احبك. نو. مو احبك؟ سامعها هاي الكلمه قبل. زين فيها بجملة. انت بتحمقني. تعصبني؟ تضوجني؟ استسلمت؟ اي تخبل. هسه شكرا لأضوج على الكسارة. زين دوري. كاريولا. هاي شنو؟ شو وين جابت القاموس العراقي فيه هيك اكيد؟ اي قريولة. اعطيني بجملة. راح اروح انام على القريولة. الكنبة؟ لا. الحصيرة؟ لا. كافي تغششون. بس هي غششوها. ها؟ تستسلمي؟ على الكنبة مش على الكنبة؟ لا. كنبي؟ لا بلا. لا دي أشروج غلط بالمناسبة. ها الغطاء؟ لا ما تدبروها. القريولة هي السرير. ترى غششوش كلهم عرفتي. دورك. دوري؟ طلق مني. طلق مني؟ وخر منه. عوفني يعني عوفني. اوكي عوفني. زين دوري. 1-0. سماور. حتى هم ما يعرفون. صوت اعلى اعلى. اقول شيء؟ اللي كتحل. صب الشاي بالسماور.
خلي الشاي بالسماور. خضر الشاي خضر. اي قريبة، شيلي خضر بالشاي. شنو هذا ال شنو الله يخليك. شنو يسموه بالمغربي؟ اي بالمغربي شنو؟ بالمغربي تريد؟ هسه انا قلت لك ترجمي يعني. يعني حنا كنخويو الاتاي من هذاك ديال الشاي، داك بحال المقراج. اوكي هو قوري شاي تقريبا. اوكي خلاص يعني واحد واحد خلاص. واحد واحد خلاص. نمشيهيك وناخذ كلمة كلمة. لو حلوة التعادل. لا لا نمشي نزيدو. نزيدو بعد واحدة؟ اوكي. خاشوقة. سبون معلقة. صحيح انت تعطيني واحدة بسرعة. كداية خليها بجملة. كداية لاباس؟ لا جملة مو مغربية، جملة واضحة. كداية لاباس، كداية لاباس. يعني مالي مو نو. يعني شلونك اخبارك؟ اوكي طلعت وصدق ما اعرف شنو اللهجه المغربيه. والله الكلام العراقي اني احبه، يعني العراق طبعا لما تقابلني مع شي شخص يقول لك ها هاي شنو هالجمال، شلونك، شو اخبارك في ديتك. فكلام كلش حلو صراحه من العراق. اوكي زوين بزاف، زوين بزاف، زوين بزاف. يعني حلو كلش مو؟ اوكي شكرا. أحلام للأسف وصلنا وياك لنهاية حلقتنا اليوم. أنا طبعا كنت جدا سعيد أنه أعرفك عن قرب أكثر، وجدا فرحان بهذا الحوار، عرفت هواية شغلات جديدة عنك. شكرا ساري، وأكيد قبل ما نختم أكيد أنا أريد أوجه نصيحة للجيل الصاعد وللشباب. أريد أقول لهم يعني أدرسوا، خذوا شهادات، حاولوا يعني تعملوا دورات تطويرية وتعليمية، ما تعتمدوا بس على الوظائف، يعني حاولوا تعملوا برايفت بزنس ليكم. ترى يعني إذا اعتمدنا ما فينا نعتمد، يعني ماكو دولة ما توظف الكل. توظف الكل. فهذا فكر قديم رجعي يعني لازم يعني يتغير. التنمر شنو رايك فيه؟ انت من ضحايا التنمر، فبنهايه حلقتنا شنو تنصحين المتنمرين والمتنمر عليهم؟ المتنمرين ولا المتنمر عليهم؟ الاثنين. المتنمر عليهم اقول لهم ما تهتموا، يعني انا شقد ناس حاربوني وعملوا فيك اكاونت، بس خليهم يواجهوني مباشره، يقدروا ما يقدروا. يعني فانا اشوف هادو الناس ضعيفه، يعني اللي بيحط ماسك ويكتب لك يعني ما صار بيهمني هذا الشيء. بالزمانات ايه كنت بعمل حساب وبقول هذا اخر همي، اهم شيء انا اكون راضيه على نفسي وما اعمل شيء اضر الناس، واعمل شيء اللي بيرضي الله، الباقي اخرها بيخليهم يتنمروا من هون لا بعد 90 سنه. انا اتفق وياك كلش. صح ولا لا؟ زين انا هسه طماع شوي، اريد اختم باغنيه بصوتك. اولي صدق كذي بالعراقي. مقطع صغير بس شرط مغربيه، لان احنا كلش نحب المغرب. مغربيه. شفتوا هذه الاغنيه اللي طالعه ترند اللي كيقولوا وانا قلبي تك تك هذه سيمانه؟ أغنية كلش حلوة بس ما حفظتهاش، واللي كيقولوا ضربة قوية، زعما هذه الأعداء ضربة قوية. المتنمرين. شكرا جزيلا أحلام. شكرا لك، وبغيت نقول كمان شغلة لكل العراقيين. بغيت نقول لهم العراق بلد عظيم، بلدكم كتير حلو، في كتير ناس بتغار من العراق. توحدوا، خليكم ايد وحدة، خليكم يعني تمنوا الخير لبعضكم. انا يعني بحكم سفري ويعني بجول في العالم بشوف هواية بلدان كانت عظيمة وسقطت لانه تفككوا، والعكس صحيح، هواية بلدان كانت ولا شيء وصارت من توحدهم. فحبوا بعض وحبوا لبعضكم الخير، واذا مثل ما بقول دائما اذا ما فرحت لنجاح غيرك ما راح تنجح. وانا كنبغيكم بزاف بزاف، كنموت عليكم بزاف، والله يحفظكم، والله يخلي لكم، الله يخلي لكم الناس اللي بتحبوهم. هذه بالمغربيه. اوفر. شكرا.
حبيت الكلام عن العراق. انتظرونا الاسبوع الجاي في حلقه جديده. تصبحون على الف خير.